عشان نتعلم يا خديجة نكتب باراجراف، أول حاجة لازم يكون عندنا عنوان تايتل. لازم يكون عندنا إيه حبيبي؟ تايتل اللي بنقول عليه عنوان. لازم الباراجراف بتاعنا يكون عنده عنوان. لازم الباراجراف بتاعنا يكون عنده إيه؟ عنوان. عنوان. أنا هختار مثلا، أختار الفوتبول. أنا عايزة أكتب باراجراف على الفوتبول، يبقى أجي كده في نص السطر بتاعي، في السطر الأول في نصه أكتب كلمة فوتبول، وده هيكون التايتل أو العنوان. يلا اعملي زي، يلا أوكي خلصنا. طيب بعد ما بنكتب العنوان بنبتدي بقى نكتب جمل، بس مش تحت بعض، لا جمل جنب بعض. نكتب جمل ايه؟ جنب بعض. لازم في الباراجراف اول سطر نجي نسيب مسافة صباعنا فاضي، يعني صباعنا كده هيبقى تقريبا لحد هنا اهو، يبقى هنبدأ من اول هنا اهو، هنسيب في اول سطر صباعنا، اول مكان لصباعنا فاضي. اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ هنروح بقى نكتب الجمل اللي عايزين نكتب بيها عن موضوع الفوتبول. اول حاجة الفوتبول دي لعبة رياضية، يبقى الجملة الاولى ولازم تكون كابيتال، اول حاجة لازم تكون كابيتال، لان احنا لازم الباراجراف بتاعنا يكون في جمل بادئة بكابيتال. I like sports. يعني ايه I like sports؟ انا بحب الرياضة. I like sports. وفي الاخر نحط فول ستوب. I like sports. Sports. خلاص. طيب I like sports يعني ايه I like sports؟ أنا بحب الرياضة. طيب السطر بتاعنا خلص ولا لسه فاضي؟ إيه؟ السطر بتاعنا خلص ولا لسه في مكان؟ لسه فيه. طيب طالما لسه في مكان هنكمل كتابة فيه كمان. احنا سيبنا مكان اول كلمة بس سيبنا فاضي، لكن بعد كده هنكمل. هنقول ان انا بلعب الفوتبول، يبقى اقول ايه الجملة التانية؟ I play. I play football. play I play. أكتب على السطر الثاني. لو انتي السطر بتاعك اللي فوق ده خلص، انزلي على السطر التاني من اوله. لو انتي السطر اللي فوق ده لسه ما خلص، كملي جنبه عادي. طب انزلي بقى في السطر اللي بعده. شايفة في السطر اللي بعده انا سبت مكان كلمة واحدة بس، اول كلمة، لكن في السطر التاني حطيت الكلمة عادي، خلاص مفيش، مش هسيب مسافة. طب يا مس، في قصة بعدين، في قصة بعدين اللي هو بتاعنا بيكون فيه ايه؟ لازم عنوان، لازم عنوان، لازم اكتب فوتبول، ولازم ولازم نسيب يكون مسافة، الحرف كات. مسافة اول كلمة بتكون فاضية. بعد كده نقول I like sports. I play football. طيب انا عايزة اقول انا ايه هي الطريقة اللي بنلعب بيها الفوتبول؟ بنضرب هيت ولا بنشوت كيك ولا بنرمي ثرو؟ بنشوت كيك. يبقى نقول ايه؟ I kick كيك ده فوت. the ball. I kick the ball. I kick I the kick ball. the ball. ممكن نكتب I kick the ball in football. Yes، ممكن اكتب I kick the ball in football. بس شايفة انا عاملة ازاي؟ انا عاملة الجمل جنب بعض مش تحت بعض، عاملة الجمل جنب بعض. ده الباراجراف لازم يكون الجمل جنب بعض. طيب تعال بقى نشوف الجملة الثالثة. عايزة اقول انا بلعب في النادي. انا بلعب في النادي. تمام.
أنا بلعب في النادي. بلعب في النادي مس، بس أنا بقى عندي سطر شوية. كملي فيه كملي فيه، كل ما يخلص انزلي في السطر اللي بعده. تمام. أنا بلعب في الإيه؟ في النادي اللي هو الملعب، اللي هو النادي، أو النادي الرياضي. I play I play in the sports club. إيه؟ I play in the sports club. مين هو السبورتس كلاب يا خديجة؟ مين هي السبورتس نادي كلاب؟ النادي الرياضي. شفتي الباراجراف سهل ازاي؟ اول حاجة بنبدأ بمين؟ بنبدأ بالتايتل، بالعنوان. يبقى في الباراجراف بتاعنا بنبدأ بالعنوان، بعد كده بنسيب أول سطر مسافة أول كلمة، ونكتب بقى الجمل بتاعتنا. كل حاجة بتبدأ بكابيتال وفول ستوب. I like sports. I play football. I kick the football. الجملة اللي بعدها اللي عايزة أتعلمها معاكي هي رياضتي المفضلة الفوتبول. يعني إيه نقول رياضتي المفضلة؟ My favorite sports is football. My favorite. My favorite. Favorite sport. Is. Football. ونحط فول ستوب. في خديجة عن فوتبول، يلا ممكن بقى تساعديني نعمل واحد تاني عن التنس؟